زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير، خلينا نعرف تفاصيل كمان اكتر. معانا على الهاتف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج. صباح الخير على حضرتك دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني تابعنا في هذا التقرير انشاء اول صاله العاب رياضيه دوليه في جامعه سوهاج، خلينا نعرف من حضرتك يعني ايه صاله العاب رياضيه دوليه؟ هو حضرتك فعلا كلام اللي قلتيه سيادتك مظبوط، ان دي تعد واحده من صالات 5 على مستوى الجمهوريه ينطبق عليها اشتراطات الالعاب الاولمبيه، ودي قايمه بها شركه كبيره من شركات المقاولات في مصر، ودي تقام على مساحه 8000 متر يعني. وهذه الصاله يتم تنفيذها عن طريق استشاريين من مشهود لهم على مستوى الجمهوريه، وفعلا زي ما قلت لحضرتك ان هي دي واحده من 5 صالات دوليه على مستوى الجمهوريه، وتعد واحده الاولى من نوعها في صعيد مصر، يمكن من اول بني سويف لغايه اسوان. ودي يعني دوليه، يعني فيها اشتراطات من حيث المساحه، مساحه الملاعب، من حيث الالعاب اللي هي فيها، من حيث الاشتراطات البنيه التحتيه، من حيث كل الحاجات المستيه اللي هي متصله بالصاله. فيها العاب جماعيه زي العاب الطائره والسله واليد، وفيها العاب فرديه للسكواش والهوكي وكثير من الالعاب الفرديه، فيها 24 لعبه. ودي طبعا يعني تعتبر حاجه مميزه، يعني دي اقرب لانها تكون مدينه رياضيه او نادي على سبيل المثال. هو حضرتك هو بالفعل زي ما بتقول سيادتك، هي المنطقه هناك، احنا الصاله دي مقامه في مدينه سوهاج الجديده، في ارض الجامعه الجديده، ودي ارض الجامعه حوالي 730 فدان بجانب مزرعه 250 فدان، يعني احنا بنتكلم على حوالي 950 فدان. فهناك مخطط فعلا تقام مدينه رياضيه متكامله، وبها السكن، وبها حمامات سباحه، وبها كل الانشطه الرياضيه المحتمله. ودي حضرتك يعني الرؤيه المستقبليه اللي جنبينا المطار على طول، يعني جنب مدينه سوهاج الجديده او الجامعه الجديده جنبينا المطار. فدي يعني ان شاء الله باذن الله تعالى لو في العاب اولمبيه موجوده في مصر، فان شاء الله باذن الله تعالى احنا ممكن نساهم ويضاف هذا الملعب او هذه الصاله الى الملاعب الاولمبيه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه. طيب زي ما حضرتك ذكرت ان هذه الصاله هي الواحده من ضمن 5 على مستوى الجمهوريه، وهي الوحيده اللي موجوده في صعيد مصر من بني سويف لحد اسوان. هل دخول هذه الصاله بعد افتتاحها ان شاء الله هيكون مقتصر على ابناء محافظه سوهاج فقط، على ابناء الكليات الموجوده داخل الجامعه فقط، ولا ممكن من المحافظات والجامعات المجاوره؟ هو طبعا سيادتك اي حاجه موجوده في مصر فهي ملك المصريين جميعا، وهذه الصالة معدة أصلا ليست الاستفادة منها أبناء سوهاج فقط، بل أبناء الصعيد وأبناء مصر. وزي ما بقول لسيادتك يعني احنا عندنا الصالات دي لما بيبقى فيها ألعاب أولمبية زي مثلا لعبة كرة القدم، فتلاقي استاد في القاهرة من ضمن الاستادات المعتمدة، وتلاقي مثلا في بورسعيد وفي السويس وفي الإسماعيلية وفي اسكندرية، وبالتالي إن شاء الله دي من الحاجات اللي هي يعني موضوعه في الخطه بحيث ان هي تخدم ابناء مصر كلها. عظيم. طب يا فندم، حسب التقرير احنا تابعنا انه تم الانتهاء من 30% من هذه صاله الالعاب، يعني من المتوقع الانتهاء منها في خلال قد ايه يا فندم؟ هو يعني انا قعدت مع الشركه المنفذه ومع المسؤولين فيها، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني وعدونا، قالوا في شهر مثلا 8 بعد سنه، فانا قلت لهم لا 6 شهور، فمن المحتمل ان شاء الله يسلمونا الصاله في 4 القادم باذن الله، في شهر ابريل 2024. طيب
كل الطلبة دلوقتي هتسأل إن شاء الله بعد ما يتم افتتاح هذه الصالة الاشتراكات هتكون عاملة إزاي؟ طبعاً زي ما حضرتك دول طلبة، فأعتقد إنه في بعض الحالات بيكون في تخفيض في الاشتراك في بعض الألعاب، اشتراكات رمزية، فعايزين نطمن الناس يعني بشكل عام كده تقريباً الاشتراكات هتكون عاملة إزاي؟ هو حضرتك إحنا عندنا ملاعب الجامعية موجودة، وهذه الملاعب يتم إدارتها عن طريق لجنة المنشآت الرياضية، وفي طبعا رسوم بتدفع بس تبقى رسوم خفيفة خالص متناول الطلبة، في حاجات تدريب عملية ودي تبقى فري مجاني، يعني هي مش معمولة للربح سيادتك، ولكن هي معمولة لخدمة طبعا أبناء المحافظة وأبناء الجامعة وأبناء مصر كلها. شكرا جزيلا دكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ألف شكر لحضرتك.